أعزائي المشاهدين، مشاهدي صدى البلد في كل مكان، تحياتي أسامة الإمام ولايف جديد على البلد بلس ومنصات صدى البلد ديجيتال. ومباراة اليوم مباراة مصر وغينيا بيساو اللي الكل في انتظارها وفي انتظار أداء مشرف من الفراعنة يحققوا بيه انتصار قوي يعيد مرة أخرى منتخب مصر إلى البطولة ويخلينا على أمل التواصل إن شاء الله في بطولة كأس الأمم الأفريقية كاميرون 2021 ونصل لآخر نقطة ونتوج باللقب. ليه لأ؟ كلنا أمال في الفراعنة وكلنا أمال في المنتخب المصري. من دقائق بسيطة طلع تشكيل منتخب مصر وكيروش بيرضخ للشارع المصري ولمطالب الجميع بتشكيل هجومي أمام منتخب غينيا بيساو. هنتناقش في تشكيل منتخب مصر وفي تفاصيله وفي خطة اللعب وفي طريقة لعب كيروش النهاردة أمام غينيا بيساو. بس خلوني أرحب بضيفي العزيز نجم الكرة المصرية ونجم الأهلي والزمالك والعديد والعديد من الأندية المصرية كابتن تامر بجاتو. كابتن تامر اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا اسامه واهلا بصدى البلد ومسي على كل المشاهدين اللي شايفيننا دلوقتي. شرفنا ومنورنا. وكابتن تامر مقل في الظهور والنهارده يعني تشريفه لينا دي حاجه كبيره طبعا. يعني انا فعلا مقل في الظهور جدا بس يعني ماتش زي ده ماتش مهم والشارع المصري كله بيتكلم عليه طبعا خاصه بعد الماتش الاولاني فالناس كلها طبعا مستنيه الماتش ده بفارغ الصبر زي ما بنقول وخاصه بعد اللخبطه والدربكه اللي حصلت الاداء اللي هو ما رضاش حد خالص من المصريين الاداء بصرف النظر عن النتيجه كمان يعني كانت علامه استفهام كبيره جدا خلت الناس عندها يعني جرأه للماتش ده ان هم كله بقى بيتكلم في موضوع كره وهيلعب ازاي كيروش وهيلخبطنا ولا مش هيلخبطنا ويلخبط معاه الفرقه فاتمنى ان الماتش ده تبقى الدنيا يعني احسن كتير من الماتشات اللي فاتت. ننسى اللي فات وننسى نيجيريا طبعا. نيجيريا حققت الفوز النهارده على المنتخب السوداني وحط الضغط اكتر على المنتخب المصري. لكن خلينا نروح للتشكيل، تشكيل لقاء اليوم لغينيا بيساو، تشكيل منتخب مصر. في حراسه المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع عمر كمال ناحيه اليمين، احمد حجازي ومحمود الونش قلبي دفاع، ايمن اشرف ظهير ايسر. في خط الوسط هيكون لاعبي ارتكاز عمرو السوليه ومحمد النني وامامهم عبد الله السعيد. وفي خط الهجوم محمد صلاح نجم الكره المصريه والنجم العالمي ناحيه اليمين ومصطفى محمد مهاجم صريح وعمر مرموش ناحيه اليمين ناحيه الشمال اسف. ايه رايك يا كابتن؟ والله يعني ده الاقرب للي هو كان المفروض يبدا بيه الماتش الاولاني لان هو احنا ما قدمناش الماتش غير لازم تكسب ومش هتكسب خالص لان القصه سامه في اللي فات ان الاداء اللي كان وحش مش انك خسرت انت صح. ممكن كان يبقى الاداء بتاعك كويس او طبيعي ولكن تخسر لكن المشكله اللي حصل ان المنتخب المصري ما كانش موجود خالص المره الاولى فواضح ان كان في مشاكل فنيه خاصه عندك لعيبه كتير عندهم خبرات وعندك لعيب زي محمد صلاح وزي النني وزي مرموش يعني عندك مصطفى محمد ما ينفعش كان يظهروا بالمستوى ده اللي هو احنا يعني مش عارفين نبدا هجمه كان اللعب كله طويل بشكل غريب جدا حتى بدايه الهجمه مش موجوده مش عارفين نوصل يمكن ما جالناش الا كورنر او اتنين متهيألي في المباراه كلها فكانت مشكله كبيره جدا ان الاداء كان محكوم بطريقه اللعب اللي كان بيلعب بيها كيروش وهي طبعا غير مفهومه بالمره ممكن كله اتكلم عليها مش عايز اعيدها تاني يعني ولكن انت لما يكون عندك لعيب زي مثلا زي محمد صلاح ممكن في ناس زي ما يكون اختلفت يمين وشمال على اداء محمد صلاح مع المنتخب ولكن محمد صلاح لعيب كبير جدا لكن للاسف احنا مش عارفين نوظفه او كيروش طبعا ما عرفش يوظفه زي ما ليفربول بتوظفه يعني ممكن اتكلم عن محمد صلاح خاصه لان كله متجه لمحمد صلاح ومستني منه كتير وده طبيعي جدا زي اي فرقه كبيره لما يبقى عندها لعيب كبير مهم بيبدا كله بيحط الانظار عليه زي ما عامل فرق فعلا مع ليفربول يمكن زي ما حصل الماتش اللي فات ليفربول كله قاعد يقول ايه فين صلاح ومانية مش موجودين ليفربول ادائها اتغير جاستين اجوافين المدير الفني النيجيري قال صراحه احنا لعبنا على نقطه محدده وواضحه وصريحه ان احنا نعزل محمد صلاح عن لاعبي منتخب مصر يبقى في عزل ما بينهم وهو قادر قال ان احنا نجحنا في ده وقدرنا ان احنا نحقق ده عشان كده انتصرنا في مباراه مصر ونيجيريا ما هو طبيعي لان هو المفتاح عندك محمد صلاح ولكن هم ما عرفوش مش هم اللي عرفوا برضه على فكره عشان برضه هو اكيد طبعا اي حد هيلاعب منتخب مصر هيحط محمد صلاح
اون ذا سبوت وهيحط له لعيب او اثنين او ثلاثه او هيلعب بطريقه خليه يخنقه في اللعب. ولكن طريقه كيروش هي اللي خلت العزل ده يبقى عزل تماما. لان ليفربول لو شفنا هو بيلعب لازم انت عشان تستغل لاعب زي محمد صلاح لازم يبقى عندك جبهه ناحيه الشمال قويه جدا مش يمين الناحيه الثانيه. ان انت يبقى اللعب بدايه اللعب او اتجاه اللعب ناحيه الشمال بيبقى قوي جدا فيبدا اللعب يروح ناحيه الشمال فتخلي محمد صلاح الناحيه الثانيه لوحده وتنقل الكره سريعا لمحمد صلاح وهو ده اللي بيعمله ليفربول. لان صلاح مستو في الانطلاقات بتاعته الموسم بيروح بيها ما حدش بيقدر يوقفه زي ما بنقول. فانت لازم تلعب بطريقه تخدم محمد صلاح. لكن طبعا هو ان انت تلعب محمد صلاح راس حربه فانت زودت القصه على الحمل عليه وعلى الفرقه وخلت نيجيريا طبعا هي تقدر تقدر تحج محمد صلاح. تمام هنتكلم اكتر في التفاصيل الخاصه بالمباراه وشايف ازاي طريقه اللعب اللي نجحنا النهارده وتخلينا نتفوق على منتخب غينيا بيساو. بس خلينا نتفاعل معاكم اعزائي المشاهدين ورايكم في التشكيل. هل انتم شايفين ان كيروش كده بيستجيب لصوت العقل زي ما بنقول كده وبيلعب كل لاعب في مركزه بيلعب بلعب هجومي من بدايه اللقاء عشان نقدر نحقق انتصار ولا شايفين ان تغيير التشكيل ده ممكن يسبب لنا مشكله برضو مراكز اللاعبين؟ يعني عايزين ارائكم كده ونتفاعل معاكم على فيسبوك وطبعا صدى البلد والبلد بلس وبرنامج استوديو الكان في انتظار ارائكم وتعليقاتكم. كابتن خلينا نتكلم بقى في شكل منتخب مصر النهارده هيكون ازاي؟ شايف الجبهات ازاي خاصه في ظل طريقه لعب المنتخب غينيا بيساو هي طريقه لعب شبيهه بينا بشكل كبير وان كانت دفاعيه اكتر 4 3 3 بس من الناحيه الدفاعيه. شايف ازاي هتشتغل الاطراف اللعب او طريقه اللعب هتمشي ازاي الثنائيات هتكون بالمين في الملعب؟ خلينا نتكلم على غينيا الاول. غينيا بيساو الاول هم هيلعبوا وهيسهلوا علينا اللعب عشان هيلعب دفاعي اكتر ما هيلعب هجومي. تمام او على الاقل في الاول لحد ما اشوف الماتش رايح ده فين. فده هيساعد ان هم بيعتمدوا على اللعب على الاطراف يمكن ما عندهمش لاعب واثنين بس هم اللي مميزين يعني. لكن هو لعبهم كله على الاطراف فده يحتاج ان انت عندك الاطراف ناحيه اليمين والشمال عندك في الدفاع لازم تبقى قويه ويبقوا حذرين جدا لان هم ما عندهمش الا لعب من على الاطراف. ولكن ده في نفس الوقت عندهم لاعب اسمه كسامة ده من اخطر اللاعبين واكتر واحد عمل التحامات في ماتش السودان صنع فرص 4 فرص ايضا لعيب بيلبس رقم 16 باكيتي رقم 18 ده مراوغ جيد جدا عمل 7 مراوغات ناجحه في ماتش السودان وبيتقال ان في مباراه يعني مفاوضات ما بينه وما بين نادي الاسماعيلي ان هو ينضم ليه خاصه في ظل الصفقات اللي بتعقد الاسماعيلي خلال هذه الايام. يمكن دي ابرز اللاعبين الموجودين يا كابتن. ما هم دول ابرز لان زي ما بنقول بس برضه في نفس الوقت ما هماش يعني اللعيبه السوبر اللي انت تخاف منهم يعني ولكن لازم تعمل احتياطك ان هم ما عندهمش الا دول يعني. تمام لكن ده في نفس الوقت وقت ما يعني انا متهيألي ان وقت ما الكوره هتبقى مع منتخب مصر هم هيلعبوا دفاع ده هيديه فرصه ليك ان انت يسهل لك الناحيه الهجوميه وخاصه انت لازم النهارده تكسب بصرف النظر عن مين بيلعب انت ما عندكش فرصه ان لازم تكسب وده متهيألي منتخب مصر لازم يستغل الشوط الاولاني بالذات ان هو ينقض عليهم زي ما بيقولوا لان هو هيعامل حسابه طبعا لمنتخب مصر واكيد درسوا كويس جدا وعندهم امل ان هم بالمستوى اللي شافوه من منتخب مصر يبقى عندهم ناحيه ان هو الحته النفسيه شويه ان هو ايه ان ممكن يعملوا نتيجه معاك ودي طبعا ممكن تبقى سلاح ذو حدين بالنسبه تمام. لهم يعني. تمام طبعا. خلينا نشوف التفاعلات كده مع الناس. رنا عمر بتقول ربنا يسهل ونكسب ماتش اليوم. امين عبد العزيز برده ان شاء الله نكسب يعني كل متفائل طبعا. احمد السكوت بيقول برافو كابتن مصر بيحييك طبعا وبيقول ان شاء الله نكسب كلها يعني في اطار ان احنا دعوات بالتوفيق لمنتخب مصر والفوز النهارده على غينيا بيساو. تشكيل غينيا بيساو لمباراه اليوم جوناثان مينديز لحراسه المرمى امامه جيفرسون انكادا واوبا ساجانتي وسوري ماني وفالي كاندي دول رباعي دفاعي كامارا وجورجي برايما نجويرا وموريتو كاساما وفي الهجوم ماما بالدي وستيف امبري وبيكيتي. ماما بالدي وبيكيتي دول اكتر اثنين لعيبه يعني هيهتم بيهم او يكون عليهم التركيز في مباراه اليوم. جوناثان مينديز حارس المرمى ده اللي كان ليه تصريح شهير جدا ان احنا مش هنكون عقبه سهله او هنكون مرور سهل لنيجيريا والمصر في المجموعه وهنواجههم بقوه جدا في المباراه.
بص، هو اكيد طبعا اللعبه دي كلها واقعه في حرب نفسيه زي ما بيقولوا، لان كل واحد لعيب عايز يثبت نفسه. فبرضه الماتش الجاي مش هيبقى ماتش سهل، يعني ماتش السودان اللي جاي برضه ماتش مش سهل خصوصا بعد خسارتهم النهارده بالظبط. فانت الحال الوحيد من الماتشين دول لازم تكسبهم باي حال من الاحوال. يعني لو هنرجع نور النهارده هيلعب بعبد الله السعيد. عبد الله السعيد شايف ان هو هيبقى مفتاح اللعب النهارده، لان زي ما قلنا ان هم هيلعبوا دفاعين، فعبد الله السعيد عنده مساحه اللي هي قدام النني والسوليه، هيبقى حر، خاصه ان عبد الله في حته الدفاع شويه مش هيبقى قوي جدا بدنيا. ف النني والسوليه الحقيقه بدنيا يقدروا انهم يغطوا الحته بتاعه تحتيه، ويغطوا حته البدني بالنسبه لعبد الله السعيد اللي احنا عايزين نستغلها في الدفاع. ومتهيألي ان طريقه لعب غني هتسهل المهمه دي جدا. مش كده بقول لك لازم مفتاح اللعب كله عند عبد الله السعيد النهارده. والشوط الاولاني، يعني هرجع اقول لك تاني، الشوط الاولاني هو المفتاح بتاع الماتش النهارده، لان لازم تستغل الدفعه المعنويه خاصه للعيبه المصريين والجمهور وراهم، وخوف غينيا بيساو منك، لازم تستغل اللعيبه اللي عندك الكبيره، الاسماء اللي عندنا يعني، وخبراتهم انك تخلص الماتش في الشوط الاولاني. يعني هل شايف ان محمد صلاح هيرجع لمركزه الطبيعي ومصطفى محمد في الامام، ولا برضو هنشوف التاليفه بتاعت ماتش نيجيريا ان محمد صلاح بيلعب مهاجم صريح ومصطفى محمد ناحيه الوينج؟ بص، هي قصه طبعا، هو التشكيل اللي عمله الماتش اللي فات ده تشكيل غريب جدا، يعني يمكن الناس قتل بحثا زي ما بيقولوا، يعني الناس كانت فيه كتير، ولكن كان المفروض تبان يعني شخصيه اللعيبه شويه جوه الملعب. احنا حسينا برضو ان اللعيبه لا حول ليها ولا قوه، وحسينا ان اللعيبه زي ما تكون مش متكتفين، مش عايزين، ودي كانت ودي اللي ضايقت قوي المصريين. امبارح كان في كلام من عمرو السولية على النقطه دي، وقال في المؤتمر الصحفي، قال ما فيش حاجه اسمها ان احنا بنتهاون او بنتآمر على المدرب او بالزبط. ان احنا مش عايزين نعمل الاقصى ما عندنا. يعني انت شايفها ازاي يا كابتن؟ انت كنت لعيب كبير وحضرت في المنتخب. هي الموضوع ما فيش لعيب اكيد عايز يتهاون او رايح يتهاون، لكن بتبقى في حاجات كده جوه الملعب بتبان فيها شخصيه اللعيبه، خاصه لما عندك، انا بتكلم ان احنا عندنا لعيبه كبيره، لعيبه ليها تقل في العالم، اللي هي بقى عندها خبرات كبيره جدا، سواء مع الانديه الكبيره في مصر زي الاهلي والزمالك، او زي اللعيبه الكبيره زي صلاح والنني، وهقول مرموش لسه صغير، لكن مصطفى محمد بيلعب في الدوري التركي، يعني عندهم خبرات. لازم تبان شخصيتهم جوه الملعب. فحتى لو المدرب بيلعب بطريقه ما جوه الملعب ودي مش جايبه نتيجه على مدار الشوط الاولاني، نص الشوط الاولاني، تلتين الشوط الاولاني، الشوط وبعد كده بدانا الشوط الثاني بنفس الطريقه، لازم تبان هنا شخصيه اللعيبه والكباتن والخبرات اللي جوه الملعب. انت تقدر تغير جوه الملعب حتى لو المدرب قالك تلعب بطريقه معينه، لان انا مش هستسلم، لان انا عندي خبره وعندي الاسم الكبير، ان انت والدوافع. تقدر تغير بالظبط. الدوافع، انا المفروض عندي دوافع قويه جدا، ان انا فما استسلمش. يعني انت كنت شايف ان هم كانوا حتى وهم شايفين الطريقه دي مش مناسبه ليهم طبعا، يرجعوا يعدلوا من طبعا لازم يعدلوا. حتى لو المدير الفني بره، حتى لو المدير الفني، اللي انت لا حول ولا قوه، ما انت لو قادر تنفذ هقول لك اوكي، لكن امتى تبان لعيب او شخصيه اللعيب هنا؟ فاهمني؟ بس دي نقطه خطيره شويه يا كابتن تامر. يعني انا النهارده لاعب من نفسي في الملعب، اعدل من مركزي حتى لو تعليمات المدير الفني بره عكس الكلام ده، ولا اروح ككابتن للفريق محمد صلاح يا مستر كيروش احنا مش قادرين نقف صح، احنا مش شكلنا مش مظبوط؟ اقول لك على حاجه، احنا لعيب الكوره بس مش شطرنج. في فرق بين الشطرنج والفرق من لعبه تمام. انت جوه في الملعب انت بتلاقي نفسك بتغير اللعب بطريقه بغصب عنك، انت ممكن الكوره تمشي بقى، بتضطر تمشي بقى في اتجاه انت مش مكانك. هو ده اللي بتكلم فيه، ان كان لازم تظهر شخصيه شويه اللعيبه الكبار عندنا في الملعب، ازاي ان هم يقدروا يتعاملوا مع الهجمات جوه الملعب. وبترجع لطريقتك تاني طبيعي، ساعات ما المدرب بيقول لك على طريقه معينه بتعملها، ولكن كانت لازم تظهر. تاني حاجه، حته الحميه شويه، ان انت متضايق ان انت خسران، متضايق ان انت عايز تكسب، لازم يبقى في عنف شويه في الاداء، يبقى في هجوم اكتر في الاداء، يبقى في ضغط جامد، يبقى في تحس ان انت، هو ده اللي ضايق الشعب المصري على فكره، هو ده والجمهور بيفهم. فما بنقولش ان اللعيبه، لكن ممكن تكون حاله احباط خلتهم ينزلوا بالريتم خالص، وده مش صح. يمكن ما حصلتش او تحسها في زيزو لما نزل،
بالظبط. زيزو لما نزل هو الوحيد اللي كان عنده دي، زي نازل عايز يثبت نفسه او نازل عايز يغير لانه قاعد بره شايف من بره اللعيبه جوه الملعب، وده نتيجه طبعا خطا كيروش برده. ما بحملش كل التحميل على اللعيبه، لا طبعا بحمل كيروش نمبر 1. وبعد كده انا بتكلم على اللعيبه، المفروض اللعيبه الكبيره ما يجيلهاش الاحباط ده او رتم الحميه بتاعه الماتش او النيرف بتاع الماتش جوه. انت كنت شايف ده في ماتش نيجيريا؟ انا ما شفتوش يعني، ما شفناه كلنا، ما شفناهوش، ما شفناش حد بيتزحلق، حد ماسك في الحكم بيقول له انت بتعمل كده ازاي يعني، ما شفناش حته انت هتتجنن في الاخر على ان انت ازاي تخسر ماتش ازاي وانت معاك اسماء كبيره زي دي. حاجتك حاجتين مهمين جدا طبعا. زيزو ودور الكابتن والقائد في الملعب طبعا. لكن خلينا برضو ناخد برضو اراء متابعينا ومشاهدينا على صفحه صدى البلد على الفيسبوك. خالد احمد بيقول لما هو بيرضخ لكلامنا امال هو ايه لازمته؟ كلام على كارلوس كيروش طبعا. امين اسماعيل بيقول يا مسهل الحال اجبر بخاطر الشعب المصري الطيب كيروش مش مهم. يعني هو بيقول اجبر بخاطرنا بس يعني مش مهم كيروش دلوقتي. شايف ان هو فعلا بيرضخ لينا ولا هو سمع الناس اللي حواليه ولا هو بدا غلط وبيصلح؟ بص احنا كل اللي انت قلته ده وارد تمام. انا بقى ما اعرفش هو دماغه فيه ايه، لكن طبعا تبقى كارثه ان مدرب كبير زي ده وجاب يمسك مصر ما عندوش هويه او ما عندوش شخصيه او ما عندوش رؤيه معينه. دي تبقى مشكله ان هو بيلعب بطريقه ولما لقى الضغط عليه من الجمهور او يقوم مغير طريقه لعبه. طبعا ده ابعد ما يكون عن الاحترافيه. وانا شايف يعني حتى من طريقه التشكيل المره دي لو هو لعب زي ما قلنا كده ولعب بصلاح رجعه مكانه تاني يبقى هو ما عندوش شخصيه، ودي يبقى هو اللي يصلح بصراحه. ما اكذبش عليك من الاخر يعني دي نقطه قاتله جدا في الرؤيه بتاعه مدير الفني اللي جاي يمسك منتخب بلدك باللعيبه الكبيره دي. لا يصلح، لا يصلح طبعا. انت شايف بالشكل ده وبالطريقه دي وبالتغييرات اللي حصلت دي لو هو غير علشان ضغط جمهور او علشان حد كلمه او يبقى لا يصلح. لكن لو هو ماشي بطريقه جرب حاجه معينه كان عايز يجربها ولها ما نفعتش قال لك اجرب حاجه ثانيه وده وارد طيب هقول ماشي. لكن لو هو بيرضخ للكلام ده لا يبقى وحاطط ودانه مع الجمهور زي ما بيقول لا صح. طيب خلينا نقطه ثانيه مهمه. زيزو لما نزل غير من شكل مصر في المباراه وزي ما انت قلت كده حسينا بشكل شويه للمنتخب المصري طبعا. حسينا ان ده اللعيب اللي عنده الحميه ونقدر نقول كده هو النيرف عنده عالي عشان طبعا. يقدر يعيد مصر للمباراه. النهارده زيزو ما بيبداش. بص هو بصرف النظر عن زيزو او غير زيزو برضو ترجع للمدرب، ولكن برضو خلي بالك زيزو وصلاح عشان يلعبوا في نفس المكان لان هم تقريبا بيلعبوا في نفس المكان دي مشكله كبيره شويه. يعني صلاح بيحب المساحه اللي حواليه اللي هي من اول نص الملعب لحد قدام ناحيه اليمين لازم تبقى فاضيه، اللي هي 30 متر الاخيره دي لازم تبقى فاضيه. لازم تبقى فاضيه ليه؟ عشان صلاح ياخد الكوره وتفضي له برضو المكان ده يبقى فاضي برضو. ما هي معش بقول لك في التكتيك جوه الملعب اهم من انت بتلعب اللعيب في مكانه ازاي. لكن انا بتكلم على زيزو لان زيزو لو مسكت الماتش اللي فات كل الكور اللي كانت خطره في الشوط الثاني كلها من عند زيزو او كلها عملها زيزو، زي كوره مثلا لعبها لصلاح، زي الاوفر اللي عمله من ناحيه اليمين، زي يعني كل لعب كان من عند زيزو. ليه زيزو بالذات؟ علشان هو الوحيد اللي كان نازل عنده نيرف، كان بيعافر، حتى كان عايز بيعدي وياخد فاولات ما شفناهاش خالص في اللعيبه. يعني انت لو لاحظت احنا حتى اللعيبه ما بيحاولش حتى واحد على واحد، وانت عندك مهارات ما بيحاولش انه يعدي. الشوط الاولاني والثاني مش عايزين ده، الكره يوم رجعينها ورا تتقفل يوم لاعبين كره طويله قدام، كره طويله طبعا غير مجديه بالمره خالص يعني. فهو ده اللي احنا نقطه بس عشان ما نبعدش النقطه اللي كنا بنتكلم فيها ان وارد انه ما يبداش بزيزو مش مهم، بس اهم حاجه انت بتلعب ازاي بناء على اللعيبه اللي عندك بصرف النظر. في برضه يعني ملحوظه كانت على اداء عبد الله السعيد ومحمد صلاح جنب بعض، وكانت مسببه نقدر نقول كده عدم انسجام شويه شفناه في مباراه ليبيا الاولانيه وبعد كده في مباراه انجولا اللي اتغلبنا فيها هناك، ان بطء عبد الله السعيد احيانا بيخلي محمد صلاح في حاله كده حيره من الامر ان هو مش لاقي نفس الهارموني او نفس السرعات اللي بيلاقيها في ليفربول. بص ما احنا خلينا نتكلم، احنا المنتخب المصري فنيا قليل، فنيا مش مستقر على طريقه اداء، مش الماتش ده ولا البطوله دي ولا اللي قبليها ولا اللي قبليها ولا اللي قبليها.
احنا ما بقاش عندنا بقالنا سنين ما عندناش شكل هوية بيلعب بيه المنتخب المصري. التغييرات كتير جدا في الاماكن، تغييرات اللعيبه كتير جدا، اللعب الاكثريه كله اجتهادي، يعني بتعتمد على المهارات الفرديه او الحلول الفرديه. لكن كشكل فرقه انت مقتنع بيه ماشي بمستوى مثلا هنقول 7-8 من 10 على طول، مش ده. ولو ان منتخب مصر المفروض يبقى بده، ولكن احنا دايما اللعب الاجتهادي عندنا هو السيد الموقف زي ما بيقول، نستنى حد يشوط كوره من بعيد فجاه، نستنى محمد صلاح يجيب لنا كور، لكن ما عندكش زي بقيه الفرق عندك شكل بيلعبوا بيه وباداء هنقول ان هو بنسبه 6 أو 7 أو 8 من 10 ثابت بتلعب بيه، سواء انت بتلعب بقى بره او جوه، سواء بتلعب في تصفيات، سواء بتلعب في كاس امم. ده مش طريقتنا فنيا، ودي مشكله منتخب مصر انه دايما بتستنى حلول، زي ما قلت لك احنا مثلا فردية. حلول فرديه زي ما وصلنا كاس العالم بضرب الجزاء، كنا في مصر هنا وكنا للاسف متعادلين، ولولا ان البنالتي جه في الدقيقه 92 وحطه محمد صلاح ما كناش وصلنا. فبرضو احنا كاداء لا غير مرضي وغير مقنع، بقالنا كتير مش من المنتخبات اللي مستواها سيء. خلينا برضو عشان نبث حاله التفاؤل للساده المشاهدين، ان شاء الله هنتجاوز عقبه غينيا بيساو. بس احنا مش بنتكلم يا جماعه، اكيد مش بنتكلم على غينيا بيساو والسودان، ده اكيد مش يعني اكيد طبعا مع كامل احترامنا للمنتخبات اللي موجوده، لكن منتخب مصر طبيعي والبديهي يكون في دور ال 16 اول مجموعه مش ثاني مجموعه، بس خلاص الظروف حطتنا ان احنا نبقى ثاني مجموعه، احنا اللي خايفين منه دور ال 16 وخايفين منه في دور بعد كده دور الثمانيه وشكله وطريقه منتخب مصر في البطوله بعد كده. شايف الطريق هيبقى سهل لمنتخب مصر؟ مش سهل، هيبقى يعني قادر ان هو يتجاوز فيه بشكل سلس؟ بص، هو طبيعي جدا ان حتى لو مسكت كل الفرق هتلاقي اول ماتش دايما ما هوش مقياس، يعني دايما الماتش الاولاني في اي بطوله ده بيبقى فيه دايما ودايما يحصل مفاجآت على فكره. لكن بيبدا بعد كده بنقول شخصيه الفريق تبان، او شخصيه بقى اللعيبه الكبيره بتبدا تبان بعد الخطفه الاولانيه زي ما بيقولوا. فهيبقى انا شايف ان منتخب مصر ان شاء الله يعدي العقبه دي، يعدي العقبه اللي بعديها، وبعد كده هتخش بقى هيكونوا اللعيبه خدت على بعض، سواء بقى الطريقه، لان كيروش ما خلاش طريقه للعب، بقول لك كيروش مش مسهل على المنتخب المصري انه يبدا ياخد الستارت الكويس يعني. ولكن برضو هنقول ان الماتش خلاص اول خلص، عندك ماتش غينيا بيساو وعندك السودان، انت طبيعي جدا انك تكسبهم بالورقه والقلم، اسماء ارقام اي حاجه يعني هتحطها كلها هتصب في صالح منتخب مصر. لكن بعد كده هتقابل منتخبات قويه جدا، هتلعب عندك بقى تبقى الجزائر، كوت ديفوار، سنغال، مغرب، كاميرون، مغرب، يعني دول الاسماء اللي احنا بنتكلم فيها بالزبط. اللي موجودين وكلهم دلوقتي ظهرت الماتشات الثانيه، ظهرت شخصيتهم كويس جدا، ونسبه الاهداف بدات تعلى وبدات تبان الهويه. فهيبان النهارده ان شاء الله منتخب مصر هويته واللعيبه الكبار اللي فيه ان هي تبدا تعدى منها، سواء ده اللي بقول لك بقى شخصيه اللعيبه جوه الملعب اهم بكتير جدا كمان من المدرب. البدلة، واحنا النهارده لو لا قدر الله المباراه صعبت علينا، وده ان شاء الله مش هيحصل، لكن افترضنا المباراه صعبت، دخلنا الشوط الثاني واحنا مثلا لسه متعادلين، البدلة عندنا النهارده محمد ابو جبل، محمد صبحي، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، محمود حسن تريزيجيه، امام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، محمود علاء، احمد سيد زيزو، مروان داوود، ومروان حمدي. بص، انت بره عندك البودا في كذا واحد يعني، عندك طبعا زيزو اول حد، انا قد طبعا على زيزو، عندك رمضان صبحي ممكن في ماتش زي ده يفوق، لان رمضان محتاج ان الماتش يبقى انت ماسكه في ايدك، هيقدر يعمل من شغله كويس قوي. تمام، عايز سيطره هجوميه وسيطره بالزبط في الملعب، استحواذ عشان يقدر هو بالظبط تمام يعني، خاصه ان رمضان لعب مع عبد الله السعيد كتير، فهتلاقي فيه هارموني كتير، لعبوا مع بعض. وبرده منتخب مصر شويه بيلعب بطريقه الدوري المصري شويه يعني، وهي طريقه تعتبر غريبه شويه، لان الدوري عندنا المصري برضو احنا يعني خلينا نتكلم بصراحه، الدوري المصري عندنا مستواه قليل بقاله فتره، فدايما تلاقي لعيبه كده بتبقى كويسه جدا في الدوري، لكن تيجي مع المنتخب الموضوع بيختلف، لان بتلعب مع ناس فكرها وطريقتها في تنفيذ الافكار جوه الملعب بتبقى في شغل تكتيكي جامد جدا، فده مش موجود قوي عندنا في الدوري المصري. اللعب برضو زي ما بقول لك لعب اجتهادي، لكن عندك لعيبه زي رمضان
وزيزو، وعندك مثلا انا ما اعرفش محمد شريف الماتش اللي فات علامه استفهام من عدم وجود محمد شريف، مش عدم نزوله ونزوله متاخر بالظبط، مش مفهوم. مش بقول لك كيرش لخبطنا كلنا وملخبط مع اللعيبه، مش عارفين حتى احنا التغييرات ايه. يعني احنا يعني واقفين دلوقتي محتارين، طب هو هينزل زيزو، طب هينزل زيزو مكان مين، طب النهارده رمضان صبحي، طب ثنائيه رمضان صبحي وعبد الله السعيد زي ما انت قول معتادين عليها في بيراميدز، ليه ما تبقاش من اول المباراه؟ لا يعني انا شايف ان رمضان ما يبداش من اول مباراه برضه، زي ما بقول لك رمضان بيعتمد على برضه اللعب الاجتهادي شويه، وبياخد بيمسك كره تحت رجليه كتير، ويمكن في الاول لا انت محتاج تلعب لعب يا جماعه، ومحتاج انك تمسك الماتش، مش تمسك الماتش بلعب فردي خالص، فاهمني؟ لكن ممكن تستخدمه في في في, في نقطه معينه في الماتش تبقى محتاج، وهو ما كانش محتاج رمضان صبحي على فكره الماتش اللي فات، كنا محتاجين محمد شريف اكتر. انا استغربت جدا من الوقت توقيت النزول برضو ما كانش مفهوم، شريف نزل في اخر 3 دقايق، وبعد كده لو انت عندك مصطفى محمد لا قدر الله ما كانش كويس او حصل اي حاجه هتنزل مين؟ انت عايز راس حربه صريح برضو، لما هيضطر بقى في دماغه انه ينقل برضو تاني نفس الليله ودخل صلاح جوه، تبقى كارثه بالنسبه لنا بصراحه. انت شايف ان وجود صلاح مهاجم دي كارثه؟ لا لا طبعا ما ينفعش خالص. ليه انت بتحد من خطورته ليه؟ وليه ترميه في وسط ال لعيب ساعات بيلعبها كابتن في ليفربول؟ لا ما بيلعبهاش من البدايه خالص، بيلعبها جوه الماتش او جوه الهجمه، يعني ساعه الهجمه معينه لما خلاص الفرقه بتقرا ان محمد صلاح خلاص لبره، وتلاقي محمد صلاح هو مش قادر على اللي قدامه، او اللي قدامه قوي مدافع قوي، فبيضطر صلاح ساعتها انه ايه يغير، بس بيغير في الهجمه لكن ما بيغيرش من الاول، يطلع تلاقي لا صلاح يعني تلعب له كوره طويله لا يمكن، يعني ما حدش يقدر يعمل كده، ما ينفعش، فاهمني؟ فهي دي النقطه، انا بقول لك ان شخصيه اللعيبه جوه الملعب هو اللي ممكن تبان في الحته دي. لكن طبعا لو يعني انت لو مصطفى محمد لا قدر ما كانش كويس او حصل اي حاجه، لا طبعا لازم تنزل راس حرب برضه صريح، لازم محمد شريف، محمد شريف طبعا شايف إن واخد اختياراته لقائمه الفرقه قليل فيها الجانب الهجومي. انا شايف او هو عايز يلعب بهجوم معين برضه في دماغه، مش هقدر اقول لك حاجه، انت ما تقدرش تفرض على المدرب طريقته. لكن ما انت عندك مان سيتي مثلا جاردولا ما بيلعبش براس حربة اساسا، ومفيش حد عنده ما عندوش راس حربة صريحة في الفرقة، بس التوليفة بتاعة اللعبة كلها زي ما بقول لك كده جوه الملعب كل واحد بيبقى راس حربة، فاهمني؟ فهي النقطة هنا ان انت هل انت عندك اللعيبة دي ان انت تعمل ده ولا ما عندكش. هو انا شايف ان كيروش بيخنق نفسه وبيخنق اللعب بالطريقة وبالتغييرات دي بصراحة. كابتن تامر، بحسك وانت مريت على مدربين كتير جدا مصريين واجانب، وكان ليك احتكاكات معاهم ايضا وافكار مختلفه معاهم، كيروش كده الثقه ابتدت تتهز وصعب ان هو يكمل مسيرته مع منتخب مصر، حتى لو كملنا في كاس الامم الافريقيه اللي وصلنا لمرحله معينه ان شاء الله نوصل لحاجه، يعني كلنا بنتفائل انه نوصل للنهائي. وضع كيروش ايه مع منتخب مصر من وجهه نظرك؟ وضعه فنيا يعني كان وضعه فنيا وتكملته مع منتخب مصر، انا شايف تكملته مع منتخب مصر مش تنفع خالص نهائي بصراحه، لان هو الطريقه زي ما بقول لك اللي لعب فيها، والطريقه حتى التعامل مع الجمهور وطريقه التعامل مع الاعلام، انا مش قادر استوعبها قوي. هو المفروض يبقى راجل محترف مفروض، فبيبقى الموضوع المفروض عنده على قدر كبير جدا من الاحترافيه، ولكن شايف طبعا ان الطريقه، انا اتكلم فنيا، ان الطريقه اللي لعب بيها المره الاولانيه دي، هو بدل ما ياخد ثقه ويدي اللعيبه ثقه، هو لخبط الدنيا فنيا، اللي ممكن مجرد ان هو عايز يفاجئ مثلا الفرق اللي قدامه، كان ممكن ليفربول هو اللي يفاجئ الفرق ويعمل زي ما عمل كده، لعب محمد صلاح راس حربه من البدايه. لا الموضوع مش كده طبعا، انت عندك عارف امكانيات اللعيبه اللي عندك، وازاي تقدر تستخدمها، وازاي تستخدم اللعيبه انها تخدم او تخدم على لعيب كبير زي صلاح، مش علشان صلاح هو لا بالزبط. عشان صلاح هو لازم تكتيكيا هو اللي يقدر يخدمك في كلنا عايزينه ينجح، كلنا عايزينه يكسب، بس وعايزين يكمل مع منتخب مصر. يمكن بالزبط. يعني تعليقا على هذا الامر، المشجع المصري اللي احتد على كيروش في المدرجات لما عمل معاه لقاء تاني النهارده، وموجود في الكاميرون بيساند منتخب مصر تاني، فبيقولوا له على البدايه، قال لهم كابتن حسام حسن، وحسام حسن نفسه عايز كيروش يكسب النهارده، فكلنا بالزبط. عايزين كيروش يكسب، عايزين منتخب مصر طبعا يكسب بالظبط. يعني احنا في الاخر احنا عايزين نكسب، ما حيش الشعب المصري كله مش فارق بالنسبه له مين يعمل ايه، لكن الشعب المصري بيحب الكوره جدا وبيحب بلده جدا، واحنا ما شاء الله يعني 120 ولا 130 مليون كلنا املنا في منتخب مصر ان شاء الله ان هو يقدم مستوى كويس في البطوله. ودايما احنا على فكره منتخب مصر دايما
في عز حتى ما هو مش كويس، واحنا عارفين ان هو بيبقى مش كويس من الناحيه الفنيه، لكن دايما عندنا الحته اللي احنا هنكسب باي طريقه، احنا عايزين نكسب وخلاص. ودي حصلت على فكره كذا مره قبل كده. تمام. يعني في اخر اخبار كده سريعا قبل ما نختم، كابتن الاتحاد الافريقي اعلن خلال بيان رسمي رفضه لطلب منتخب مالي الاستئناف على قرار الحكم السنبي بشان طرد اللاعب بلال توريه لاعب مباراه مالي وتونس، وتغيير قرار الحكم وتغيير ايضا القرار باعتبار نتيجه مباراه مالي وتونس فوز منتخب مالي 1-0، وان اللخبطه اللي حصلت دي ما حدش شافها وما حدش خد باله منها، حكم جاله ضربه شمس ودخل المستشفى وغيبوبه وربنا سلم الحمد لله وهو سليم دلوقتي، فالامور ماشيه. هي كده افريقيا. بص احنا عندنا هي بطوله عامه من قبل ما تبدا وهي فيها لخبطه كبيره جدا ولخبطه كتيره جدا، ويمكن التحكيم فيه بعض الحاجات وان كان بصفه عامه كويس، لكن برضو في حاجات فارقه، خاصه الفار مفروض ان هو بيحل شويه، لكن واضح ان هو ما حلش حاجه، بيعمل لخبطه زياده. مش فيمكن حتى كان في امبارح كان في في ماتش غانا الكره اللي هي الجون، لما الكره ثلاث مرات ومش عارفين الكره واقفه على خط دخلت ولا ما دخلتش، يعني بكل بقى التقنيات اللي احنا بنتكلم فيها دي. فيعني اتمنى بس ان احنا نعدي المرحله دي واللخبطه دي ما تحصلناش بقى كمان حكام، يعني ان شاء الله. واتمنى ان شاء الله كمان حكام مباراه اليوم يكون لهم التوفيق. كابتن تامر بجاتو بشكرك شكرا جزيلا، ان شاء الله منتخب مصر يكسب ومبسوطين كلنا النهارده، احنا بنتفرج على الماتش بعد 10 دقائق من دلوقتي، ونلتقي بيك مره ثانيه ومنتخب مصر في حته كبيره وبعيده في البطوله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله ربنا يوفق المنتخب النهارده ان شاء الله ويخلص الماتش كده نفوز. كام يعني ربنا سهل، يعني احنا بقول لك لو ضغطنا من الاول ممكن نكسب 2-0، ممكن يعني على حسب الدنيا تمشي ازاي. شايف في سكور في نتيجه ممكن طبعا، بقول لك لو احنا عملنا الخطفه الاول زي ما بيقولوا كده واحنا عندنا امكانيات وعندك لعيبه كتير ممكن تعمل لك الفرق يعني، فربنا سهل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن تامر بجانو شكرا جزيلا، ونشكرك شكرا جزيلا كابتن تامر. اعزائي المشاهدين، اذا وصلنا لنهايه اليوم من استوديو الكان، وطبعا تغطيه لكاس الامم الافريقيه الكاميرون 2021 دقائق، وتبتدي مباراه مصر وغينيا بيساو، على امل ان شاء الله الانتصار للمنتخب المصري، انتصار يعيد مره اخرى الثقه للجماهير المصريه ويعيد هيبه المنتخب المصري في البطوله. هيبته موجوده دايما ودائما في افريقيا، ولكن في البطوله لسه عايزينها ترجع مع لعيبه منتخب مصر. ان شاء الله التوفيق وكامل التوفيق لمنتخب ولاعبي منتخب مصر في هذه المباراه. نشوفكم ان شاء الله بكره في استوديو الكان ولايف جديد على صدى البلد ديجيتال. الى اللقاء.